السلام عليكم. تبارك الاخوان، كنتمنى الاخوان كاملين يكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله. بالنسبه للاخوان اليوم ان شاء الله غزه 14 يوم على حساب الطريط مول اللي عملنا الاولاني ديال الحناش منه بفيرموكس، يعني اليوم غزه 14 يوم، يعني خصنا نعاودوا لهم ان شاء الله يا ربي. اليوم اول عمليه اللي غنقوموا بها هو نيتواياج تنظيف اللوفت قبل ما نعملوا الطريط مول ديالنا. بالنسبه للوفت استعدادات ديال النيتواياج، زولنا لي كازيير والكره كاملين زولناهم، ها هما عملنا هنايا. بالنسبه للكاليبوتي خلينا هنايا، هادو كاين اللي خرجناهم يتشمشوا، كنكارطو كلشي هنا في السجنه وكنزلوهم يتشمشوا وكنردوهم. بالنسبه يعني العمليه ديال النيتواياج يعني في طور العمل اللي خدامين عليها، ضروري من نيتواياج قبل ما تريطمو، وخصوصا ديال الحناش باش كتكون المراقبه يعني جيده. ايوا الله يسخر الاخوان. بالنسبه للاخوان واحد النقطه اللي ضروري نذكروها بالنسبه للتريطمو، بالنسبه للتريطمو قضيه التريطمو جينيرال اولا استعمال الادويه، يعني بالنسبه للتريطمو ديال طبيعي باش نكونوا واضحين وما نزيدوش نكذبوا على بعضياتنا، ما كاينش مزايدات. انا من الناس كيعجبني نداوي الطبيعي، ودائما في الفيديوهات ديالي اذا رجعتو كنهضر على الطبيعي، ولكن داكشي بعقلو. ما نجيش نقول انا عندي الحمام مريض اولا باغي ان شاء الله بديت في الحمام ما عارفش شنو فيه، ونجي ونقول بانني عن طريقي الحناش اولا عن طريقي الباراسيفوز اولا عن طريقيها بالطبيعي عن طريقيها بالبصله، مع العلم انني انا من الناس اللي كيعجبني هادشي هذا، والناس اللي دائما كنقول وكندعو الاخوان باش يستعملوا الطبيعي. ولكن فين يستعملوا الطبيعي؟ في الوقايه، ويحاولوا يحافظوا على الصحه ديال الحمام اساسا. اما اذا مشى الحمام مريض بلا ما نبقاو نكذبوا على بعضياتنا، نبقاو نقولوا عنده ويبارا بشي حاجه هايدا بالثومه وبصله هادشي، هذا غير كنكذبوا على نفسنا. خصوصا الحمام ديال اللعب، الحمام ديال اللعب اولا الحمام اللي عنده به سلالات اللي باغين نفرخوا منه، يعني خصنا نكونوا واضحين في هذه المساله. هذه التريطمون ديال الامراض كيكون بالدواء بالانتيبيوتيك، فهمتيني؟ موراها ملي داوي صحاح الحمام عندك خصك تحافظ على الصحة ديال الحمام، والوقاية كتعملها باش كتعملها بالطبيعي. هادشي اللي كاين. السلام عليكم، تبارك الله الإخوان مزيانين. بالنسبة للسجينة خرجنا الحمام كيتشمشو، السجينة ها هي نطويناها، دابا كتشمش شويش وكتهوى بعد ما كنعملو إن شاء الله دواء للحمام. إيوا غندخلو إن شاء الله نعطيهم الدواء ديالهم ان شاء الله ديال الحناش. تبارك الله الاخوان مزيانين، الصحه مزيانه. بالنسبه للاخوان المشاهده، يعني الطريق الاول اللي عملنا ديال الحناش يعني دوزناه، اليوم كازات 14 يوم، يعني بعد 14 يوم خصنا نعاودوا لهم الجرعه، يعني نفس الجرعه ان شاء الله. كنعملوا خمسه ديال الميلين في جوج يطو ديال الماء. بالنسبه كما كتشوفوا الدواء اللي عندنا هو بحال مره اخرى فيرموكس، هذا هو فيرموكس ان شاء الله. بالنسبة عندنا هاد المغيريفة هادي ملعقة ديال جوج فاصلة خمسة، عندنا مغيريفة ديال جوج مليم فاصلة خمسة، غنعملو جوج منها، غنعملو خمسة ديال المليم، غنعملو جوج يطو ديال الماء. دابا عملنا جوج ونص، هاهو نجيبو هادي بعدا نعملو هنايا، شدوها كنحركوها، تحركت مزيان باش كيوقع واحد المجلس مزيان ديال الخليط، يعني كيتجانس مع بعضو. كنزيدو عليه باش نكملو جوج يطاو ديالنا. أول ما عندنا هنايا هاهو، المهم لي التفاصيل بالضبط كاينة في الفيديو يعني السابق معايا باش كنذكرو الإخوان اللي ما شافش معنا الفيديو اللي سبق هذا. بالنسبه للخليط ديالنا ها هو، غنخليوه شويش يعني باش تزول منه هاد الرغوه اللي فيه ان شاء الله، وديك الساعه نكبوا الحميمات في الشرابات. ايوا ان شاء الله باقي غيكون عندنا واحد التفصيل، يعني غنخدمو يعني ضروري ملي عطينا الدواء يعني من النهار الاول حتى دازت 14 يوم، يعني ماشي بقينا مع الحمام عاديين، يعني عملنا واحد الخدمه مع الحمام، يعني ريكيبيرينا بزاف ديال الاشياء اللي ضاعت منا. داكشي هذا كامل غنهضرو ان شاء الله فيديوهات لاحقه ان شاء الله عليها. دابا حنايا
اليوم ان شاء الله غنتكلموا فقط على تقديم يعني الجرعه الثانيه ولا التطعيم الثاني ديال الحناش باش لكي نقضي نهائيا على الديدان ان شاء الله. يا السلام عليكم تبارك الله الاخوان. بالنسبه للاخوان واحد النقطه مهمه خصنا نعرفوها، يعني بعد التطعيم الاولاني ديال الحناش بعد الجرعه الاولى يعني كنشوفوا دابا قبل ما نعملوا الجرعه الثانيه كنشوفوا الصحه ديال الحمام، واش حمام كيطير، واش حمام الصحه ديالو كما كنشوفوا هنايا. يعني هذا من الحمام يعني اللي تعرض للجرعه الاولى ديال العلاج بالديدان، هذا تبارك الله ما شاء الله تبارك الله يعني ما شاء الله كما كتشوفوا ها ما شاء الله يعني بدالة ما شاء الله ماما يعني في صحة جيدة تبارك الله. يعني ملي كنشوفو الحمام مزيان الصحة ديالو مزيانة ممكن نكملو العلاج. شنو الحمام هو ثلاث دقائق ما قدرش يكمل معنا العلاج، إذا خصنا نوقفو العلاج ونشوفو شنو نعملو للحمام ديالو. وبالنسبة للإخوان يعني قبل ما كنعطيوهم الدواء ديالنا كنحاولو نعطيو الحميمات الأكل، دابا نعطيو الحميمات كانوا في الشماشة دابا عطيتلهم السجينة ديالهم ياكلو. الحمام مبارح ماكلة ومشرب يعني تقريبا مع العصر ولا قبل من العصر، ودابا راه تقريبا الخمسة ديال العشية ولا الخمسة وربع، يعني تقريبا أكثر من 24 ساعة. هاهو كنتمناو إن شاء الله خير. بالنسبة للإخوان غادي نكبو لهم الخليط ديال الفيرموكس مع الماء، والماء خص يكون ماء معدني، غادي نكبو لهم غير هنايا ونعطيهم قد ما يشربو، يعني تقريبا نيطا ديال الماء. هاهو هذا بالنسبة للذكور، الساعة وفق الناس باش كنعملو لهم نيطا ديال الماء ديالهم. بالنسبة للإخوان يعني الماكلة يعني وجدنا الحميمات ديبيراتيف، دابا غنعطيو إن شاء الله الدوكور، الدوكور تا هما خرجناهم الشماشة، دابا غنفتحو لهم إن شاء الله يدخلو باش ياكلو. ما شاء الله ما شاء الله ملي ساليو الأكل ديالهم نقدمو لهم إن شاء الله يعني الخليط ديال الفيرموكس مع الماء. دائما كنذكر الماء ماء معدني، ماء بير المهم اولا ديال العين ولا المهم ماء معدني. ها والله يسخر الاخوان. وهادو هما الحميمات الاخوان ميلونج اللي عطيت الحميمات دابا يعني ديبيراتيف، يعني خدمت اغلبيه فيه يعني الشعير والخرطال والضرابيطا وشويه ديال الدازفرا شويه ديال الزوان الزرع شويه كان مع الزرع ديال الجلبانه كحله شويه حاجه قليله نورمالمون ما خصهاش الجلبانه تكون شي يعني خصو يكون داكشي يعني غني بالالياف. يعني الحمد لله النتيجه كتكون طيبه. والله يسخر الاخوان. نقدموا الخالص ديال الفيرموكس حميمات عطشانين، حميمات عطشانين يعني باش كنكونوا متأكدين راه الحميمات غيشربوا، وكنشوفوا حتى حنايا كنشوفوا يعني الحمام تقريبا كامل شرب، ماشي تقريبا راه كامل إن شاء الله ربي، يعني ما شاء الله 24 ساعة ماشي سهلة بزيادة. والله يسخر الاخوان. السلام عليكم تبارك الله الاخوان. دابا اليوم النهار الاول بعد اعطاء الجرعه الثانيه ديال دواء الديدان، الحمد لله كما كتشوفوا صحيح هذا الحمام، الحمام باقي ما كلا ما شرب. يعني دابا لحد الساعه دابا تقريبا 11 الصباح الحمام ما كلا ما شرب. دابا ان شاء الله نعملو في الشماشه واحد ربع ساعه غنطويلهم، لكن ان شاء الله يا ربي غنعطيهم الاكل ثم
الماء ان شاء الله يكون فيه السيليكون. هنا غنعطيهم الماء فيه الخل، خل التفاح. انا السيليكون باقي ما صراحه الله ما كتبش، باقي ما جبتوش، هادشي اللي كاين. من الاحسن خل يعني يتعطى له السيليكون، واخا انا كنعمل خل التفاح يعني انا ما جبتوش، يعني نسيت ما جبتوش، ما عقست. خل التفاح يعني خدام، ولكن من الاحسن السيليكون باش نكونوا واضحين مع بعضياتنا. ايوا الله يسخر. السلام عليكم تبارك الاخوان. بالنسبه ضروري كنقلبوا كنلاحظوا يعني الزقه ديال الحمام في الكوره كما كتشوفوا، يعني انا يعني قبتها يعني قبيلاتي كتبان لي ما كاين والو، يعني والحمد لله يعني واخا عطينا الدواء يعني كما كيبان يعني الزقه الحمام بقى مزيانه، يعني يعني كتجيبها مكتوبه ماشي جاهله كما كتشوفوا. الله يسخر الاخوان، يعني الانسان اللي كيسالي بالدواء خصو ضروري مراقبه. شي هو هذاك، الله يسخر. وفي الاخير كنشكر جميع الاخوان على التشجيع ديالهم وعلى الدعم ديالهم للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا في فيديو لاحق ان شاء الله يا ربي. تحياتي لكم جميعا بدون استثناء.